رجعت لكم يا عمي، وينكم ما عم تبينوا؟ اليوم فيديو جديد، بدي اعمل شغله كتير حلوه، شغله طبيعيه مثل ما عودتكم دائما. اليوم بدنا نعمل مرطب للوجه بياخذ العقل طبيعي 100%، مكوناته سهله وبسيطه جدا، ما بده مواد حافظه ابدا، وبيعطي نتائج كتير حلوه للبشره. مرطبنا لليوم هو عباره عن زيت جوز الهند، شيا باتر اللي بتكون بيور الخام مثل ما شايفين البيضة، أنا كتير بحب استعملها للوجه. بدي كمان جوجوبا، زيت الجوجوبا العادي. بدي كمان نوعين زيت عطري اللي هن زيت شجرة الشاي وزيت اللوز. هيدا اللوز زيت عطري، انتو فيكن تحطوا غير زيوت عطرية، اكيد فيكن تحطوا انتو زيت اللافندر، زيت لبان الذكر، في كتير قصص بتفيد البشرة خاصة إذا كانت زيوت عطرية، في منهم بيعالجوا البشرة. بالنسبة لزيت الجوجوبا العادي فيكم تحطوا زيت لوز، زيت سمسم. أنا حبيت استعمل زيت الجوجوبا، كتير بيناسب لي بشرتي. وإذا بتحبوا إنه تعملوا الكريم لكل أنواع البشرة بتحطوا زيت اللوز الحلو، لأنه زيت اللوز الحلو بيناسب جميع أنواع البشرة. زيت الجوجوبا بيناسب البشرة الدهنية والعادية كمان. مثل ما شفتوا مكوناتنا سهلة وبسيطة جدا، تعطي نتائج ممتازة. بس قبل ما بلش الفيديو، بليز اللي عم يشوفني لأول مرة ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد، وتحطوا لايك، أهم شي اللايك صبايا شباب، لأنه اليوتيوب بترفع الفيديو بصيروا بيشوفوا عدد أكبر من العالم وبتكبر قناتنا أكثر أكيد. هلا بدنا نبلش بالمكونات السهلة والبسيطة تنعملكن كريم رائع جدا. هلا تنعمل هيدا الكريم، أول شي بدي أنا نص كوب من زيت جوز الهند. مثل ما شفتوا هيدا زيت جوز الهند كان حاططهم بالبراد محل ما اشتريتهم، بس هلا شفتوا سايحوا. هيدا الكريم اللي حنساويه اليوم بدنا نحتفظ فيه بالبراد أكيد، لأنه زيت جوز الهند مثل ما بتعرفوا كلياتكم بالصيفية بدوب. إذا كنتوا عم تعملوا الكريم بالشتوية مش مشكلة أبدا، بتحتفظوا فيه برات البراد، بس أنا صراحة عايزته لهيدا الكريم حتى لو احتفظت فيه بالبراد مش مشكلة، بدي استعمله لبشرتي لأنه شوي جافة صارت، فهيدا بيساعدني كتير وبيخلي بشرتي ناعمة وصحية ومميزة وطرية. فأول شي بدي نص كوب من زيت جوز الهند، بدي ملعقتين طعام من زيت الجوجوبا، ملعقة من الشيا باتر أو زبدة الشيا. فيكم تستبدلوا الشيا باتر، فيكم تستبدلوا الشيا باتر بزبدة الكاكاو أكيد، الكوكوا باتر. بدي كمان خمس نقط من زيت اللوز أو زيت شجرة الشاي العطري، وخمس نقط من زيت اللوز العطري. يلا خلينا نبلش. هلا بدي اخذ عندي انا هون نص كوب مثل ما شفتوا، بدي احط اول شيء زيت جوز الهند، بدي منه نص كوب. عم بيعذبني هيدا زيت جوز الهند، يعتبر مرطب بياخد العقل لبشرات الوجه. هنحط نص كوب من لكن زيت جوز الهند. بدي احط فوق منه ملعقة من زبدة الشيا، ملعقة اكل اكيد. اوكي، وبدي اول شيء اسوحهم بحمام مريم ليدوبوا على الاخير، وبنرجع بنحط المكونات الثانيه. هلا مثل ما شفتوا خليتهم شوي يدوبوا، انا شوي لانه زبده الشيا شوي جامده، زيت الكوكونات اكيد او زيت جوز الهند سايح، مجرد ما حطيتهم دقيقه على حمام مريم ساحوا، بس مش على الاخير مثل ما شفتوا، لانه انا بدي اضربهم بالخلاط بعدين.
يعني هو لما بدي اضربهم بالخلاط طبيعي يكونوا شوي جامدين ليقدروا يصيروا كريم عندي. اوكي بدي ارجع اضيف لهم ملعقتين كبار من زيت الجوجوبا، ملاعق طعام اكيد، وبدي احط لهم كمان خمس نقط من زيت اللوز العطري. بليز زيت العطري ما بتزيدوا عن الكمية المطلوبة، اوكي؟ وخمس نقط من زيت شجرة الشاي. هلا بدي اضربهم بالخلاط ليعطوني كريم متجانس. قبل ما اضربهم بالخلاط اكيد بدي احطهم شوي بالبراد ليجمدوا شوي وبرجع بضربهم بعدين. بضربهم ضدي. هلا من بعد ما جمد شوي حطيته بالبراد ليجمد، هلا صار فيي اضربه بالمضرب الكهربائي ليعطيني شكل الكريم الناعم السلس اللي بنحبه يعني. فعندي هذا المضرب الكهربائي بدنا نبلش نشتغل فيه. شوفوا صبايا شكل الكريم شو حلو عن جد، ليكو هالبياض انتو، ليكو يا عين يا عين. شو بدي اخبركم، يعني في احلى من هيك كريم طبيعي؟ حاضربه بعد شوي بالمضرب وبرجع لكم. شوفوا صبايا من بعد ما كمان خلطته خلطة مرتبة يعني، ليكو ملا شكل عطاني عن جد، بياخد العقل قد ما بخبركم. الملمس سليس. هلا بعد في كم قطعه من هون اذا شفتوا هيدول من زبده الشيا، بس مش مشكله هلا بسيبيهم. ليكو ملمسه شو حلو. بجنن. وهلا من بعد ما سكبته بالمرتبين شوفوا الجمال صبايا، بياخد العقل كتير ناعم كتير ماليس. هلا بدي اخبركم شوي عن فوائد المكونات اللي حطيناها بمرطب البشرة الرائع. اول شيء حطينا زبدة الشيا، حطينا الكوكونات، زيت جوز الهند. اول شيء بدي احكيكم عن فوائد زبدة الشيا للوجه بالتحديد، ترطيب البشرة، مكافحة الشيخوخة، بعالج حب الشباب والعيوب الاخرى، بعيد مرونة البشرة، وبساعد بتقليل التهاب البشرة. اما زيت جوز الهند كمان فوائد زيت جوز الهند للوجه، مرطب طبيعي للوجه، مناسب لأغلب أنواع البشرة، بزيد إنتاج الكولاجين، بزيل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، بزيل البقع الداكنة، بيمنع الالتهابات، ومثل ما عملنا من قبل كمان مزيل مكياج من زيت جوز الهند كمان بيزيل المكياج، حتى لو بتستعمله لحاله وبتشيله الميك اب فيه عن جد فعال جدا بإزالة المكياج، وبنفس الوقت بيرطب البشرة. حطينا كمان زيت الجوجوبا. فوائد زيت الجوجوبا للبشرة، بيعزز الحاجز الجلدي، بيسرع من شفاء الجروح، بيهدي الجلد، بيأخر علامات الشيخوخة، بحارب الكروح الباردة، بيعالج الأكزيما والصدفية خاصة إذا في أكزيما بالوجه، بينظف البشرة وبيعالج الحبوب. يعني ليكو كل مكون حطيناه عن جد بهيدا المرطب قديه له فوائد فظيعة. هلا بالنسبة لفوائد زيت اللوز العطري للوجه، لأنه مثل ما شفتوا حطينا خمس نقط زيت لوز عطري. أول شيء بقلل من انتفاخ العين والدوائر تحت العين، لأنه زيت اللوز مضاد للالتهابات، بيساعد بتخفيف تورم الجلد، بحسن مظهر ولون البشرة. كمان كتير حلو. وآخر شيء حطينا فوائد زيت شجرة الشاي، حطينا زيت شجرة الشاي العطري أكيد. أول شيء بعالج جفاف الجلد والإكزيما، بعالج البشرة الدهنية،
بخفف حكة الجلد، بيعالج حب الشباب، وبيعالج الجروح، يعني انه تلتئم اذا في جروح بالوجه انه تلتئم بسرعة. يعني بياخد العقل عن جد هالكريم، لازم تستعملوا، لازم تعملوا على فوائده المتعددة من كل مكون حطيناه بهيدا الكريم. يعني من تأخير علامات الشيخوخة، ترطيب، بيعالج الجروح، بيعالج الحبوب. يعني شو بدي أخبركم، توليفة مرتبة كتير. أنا عملته صراحة لإلي، حابة هيك يكون تكون بشرتي ناعمة وصافية، فإن شاء الله رح بلش حط منه. أكيد عملته من قبل كمان، كريم رائع جداً. تحتفظوا فيه، لازم تحتفظوا فيه أكيد بالبراد، لأنه الكمية الكبيرة اللي حطيناها هي زيت جوز الهند، فلازم نحتفظ فيه بالبراد. ومثل ما خبرتكم انه بالشتوية فيكم تعملوه وتحتفظوا فيه برا، يعني مش مشكلة ابدا. وهيدا الشكل النهائي للكريم الرائع، مثل ما شفتوا ملمسه. وشو بدي خبركم، بياخد العقل ومكونات وفوائد. هيدا بتقدروا تستعملوه كل يوم على البشرة، هيدا مرطب عادي، بتقدروا تستعملوه على بشرة الوجه أكيد، وحتى فيكم تستعملوه على بشرة الإيدين، كتير بيرطب ترطيب حلو كتير. لهون بكون خلص الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، لايك وشير، وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شي جديد. ميرسي.